تحياتي الاخوان، فيديو جديد اليوم ان شاء الله نلعبوا مع واحد المقابله ضد واحد الفريق اللي جديد اللي هو البكاره. كنتمنوا ان ندوز شي مقابله زوينه، روح رياضيه تكون هي الفاصل في هذه المقابله، او معنا كيف العاده تعيشوا معنا اجواء لقطات من المقابله. فبقاو معنا وما نساوش نشكروا ميسا الكاميرامان ديالنا اللي في اي مقابله كيديرنا لقطات ناضيه. من بعد غادي نوريه لكم في الختام. تحياتي السي ميسا احسن كاميرامان وعندك مستقبل زاهر في مجال التصوير، تحياتي لك. هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
لولا الظروف معنا نجم فريق ديال فريق بالكاره خويا سعيد. كلمه اخيره صراحه المقابله دازت زوينه، اجواء صراحه اللي زوينه بزاف، دراري صغار كيلعبوا صراحه كما ذكرتي رجل المقابله صراحه دار ريكوايري وكيلعب، كنتمنوا ليه مسيره موفقه. اسم اخويا شنو الاسم؟ يونس بالكينه. يونس بالكينه السنه اخويا يونس 16 سنه اخويا سعيد، الدري مازال كواير يعني عنده اللمسه في رجلو، كنتمنوا غنحطوا الفيديو غيشوفوا اللمسات ديال اخويا وكنتمنى ليه التوفيق. كلمه اخيره يونس، كي جاك الاجواء كيفاش؟ مرحبا شوبينا، شكرا لكم بزاف. مرحبا حسين، هادشي اللي كاين ونهايه المقابله فوت اسود سيدي عبد العزيز 4-1 كما قلنا. مقابله دازت زوينه والى هنا تنتهي هاد الحفله هذه، كل اي واحد بغى يجي يزورنا كيف هذا مرحبا به، تحياتي.